لكن الأهلي نادي يعني باللغة المصرية الداركة يعني هو نادي جدع. لعيبة رجالة ولعيبة جدعة ولعيبة تستاهل فوز. نجم اللقاء كولر يعني في تعامله مع اللقاء في النهارده معلش. عمل ماتش كويس قوي، لا عمل ماتش كويس قوي، عمل ماتش كويس جدا. معلش صح، لعيبه كلها كانت على قدر المسؤوليه، على الاهتمام، على التنظيم. لعيبه كتير استعادت جزء كبير جدا من مستواهم. نقطه تحول ان شاء الله الرحمن في اللقاءات اللي جايه والبطولات اللي جايه باذن الله. هو الاهلي جدع فعلا لانه ما بيغزلش جماهير. دايما جماهيره لما بتروح وبتراهن عليه بتكسب، تعرف بتفرح. تعرف ان دي اهم صفه في البني ادمين، الجدعانه دي والله. يعني والله يعني انا اهتم جدا واحب جدا اللي يبقى جدع، مش اللي يحبني. اللي يحبني ده عنده رصيد، يعني ممكن يبقى عنده رصيد معاه ولا حاجه، ممكن ينفذ يقول لك رصيدك نفذ عندي. خلص. لكن الجدع دي صفه عنده. نادي الاتحاد جده نادي كبير، جماهير كبيره، البطوله حاجة عظيمة، تنظيم هايل، وفعلا المباراة انتهت بشكل حضاري. الجماهير السعودي كان تقبل الهزيمة، حتى في الملعب اللعيبة كانت على مستوى عالي من الرقي في التعامل، ما فيش أي احتكاكات خارجة يعني عن السلوك. فالمباراة النهاردة أنا هزود عليها الكلام اللي أنت قلته، النادي الأهلي نادي المواقف، يعني المواقف هي اللي بتبين البطل عموما، او بتبين البني ادم اللي عنده عزيمه، عنده قدرات كبيره. النادي الاهلي النهارده مش هقول فاجئ الجميع، لكن انا على المستوى الشخصي مهما كان في دروب شويه قبليها، لكن هو في وجود في كيان النادي الاهلي جينات، ان احنا نادي مواقف ونادي بطولات. فالموقف النهارده غطى على السلبيات اللي كانت في الفترة اللي فاتت، والخروج والخسائر البطولات الأخيرة السوبر.